اهلا وسهلا بكم متابعينا الاعزاء. منذ اطلاق شريحه سناب دراجون 8 Elite من شركه كوالكوم، كنا نترقب بفارغ الصبر الاعلان عن الهواتف التي ستعمل مع هذه الشريحه. كون ان الحصول على هاتف يعمل مع هذا المعالج هو بمثابه الحصول على اقصى امكانات من حيث الاداء العام والتعامل السلس مع التطبيقات وتشغيل الالعاب الثقيله باعلى اعدادات جرافيك. وبما ان هذه الشريحه احتلت صداره الترتيب بين المعالجات لهذا العام، فمن البديهي ان تاتي الهواتف التي تعمل مع هذا المعالج باسعار عاليه جدا، ممكن ان تبدا من 800 دولار وتكسر حاجز الدولار. ولكن هناك بعض الشركات المصنعة للهواتف أعلنت مؤخرا عن بعض الأجهزة التي تعمل مع سناب دراجون 8 إليت وبأسعار تتراوح من 500 إلى 600 دولار، وتم توجيهها للسوق الصيني وبعض الأسواق العالمية. وطبعا من السهل الحصول على هذه الهواتف من خلال طلبها من المتاجر الإلكترونية المعروفة. فلو كنت مهتم بشراء هاتف يحمل أعلى مستوى في الأداء ويعمل مع هذا المعالج مع ميزانية لا تتخطى 600 دولار، فأنصحك متابعة هذا التقرير، وسأقدم لك من خلاله هواتف تعمل معالج سناب دراجون 8 إليت وجاءت بأقل الأسعار بين المنافسين، وطبعا مع فقرة خاصة للميزات والعيوب. وسأوضح لك في نهاية الفيديو أهم الفروقات بين الأجهزة الموجهة للسوق الصيني والأجهزة الموجهة للأسواق العالمية، بحيث تتكون لديك فكرة كاملة وواضحة قبل الشراء. وقبل البداية أتمنى منكم دعم الفيديو بلايك واشتراك في القناة لو أول مرة بتابعونا، وبسم الله نبدأ. بداية لابد من التذكير بشكل مختصر وسريع عن أهم ما جاء به معالج سناب دراجون 8 إليت وتوضيح مكانته وقوته مقارنة بمعالجات المنافسة. فهنا كوالكوم اختارت الخروج عن بنية ARM المعتادة في تصميم هيكلية وتوزيع الأنوية الخاصة بوحدة المعالجة المركزية، وقامت بتطويرها ذاتيا، فأصبح لدينا الآن أنوية من نوع أوريان بدلا من أنوية كورتكس، حيث وصل التردد الأقصى لنواة أوريان L إلى 4.3 جيجا هرتز، وهو أعلى تردد وصلت له أنوية CPU لغاية وقتنا الحالي بين المنافسين. وتم دعم هذا النوع الجديد من الأنوية بذاكرة كاش أو ذاكرة مؤقتة بحجم 24 ميجا بايت على المستوى الثاني، ومقسم إلى 12 ميجا بايت لأنوية أوريان L و12 ميجا بايت لأنوية أوريان M، وتم التخلي عن ذاكرة كاش L3 التي كانت موجودة في الشرائح السابقة. وعموما هذا الحجم من ذاكرة الكاش سيعطي المعالج قفزة كبيرة في سرعة الأداء واستقراره. وعلى صعيد معالج رسوميات أو وحدة GPU، أيضا كوالكوم أعطتها شكل جديد ومختلف عن شريحة العام السابق، وأطلقت عليها اسم أدرينو 830، تدعم تردد يصل إلى 1100 ميجا هرتز مقسمة على ثلاث شرائح، كل شريحة مجهزة بذاكرة كاش بحجم 4 ميجا بايت، يعني أن إجمالي الذاكرة المؤقتة لهذا المعالج الرسومي تصل إلى 12 ميجا بايت. وتم إضافة تقنية النانايت لأول مرة من أجل تحسين كفاءة العرض وزيادة التفاصيل المرئية. ولكي لا أطيل بالدخول أكثر بتفاصيل معالج سناب دراجون 8 إليت، بإمكانكم متابعة الفيديو الخاص عن اختبار هذا المعالج ومقارنته بمعالج دايمنسيتي 9400 وشريحة بايونيك A18 برو من خلال الرابط الموجود بصندوق الوصف. والآن سنبدأ بالهاتف الأول في هذه الحلقة والذي يعمل بمعالج سناب دراجون 8 إليت، وهو أيكو 13 التابع لشركة فيفو. وكما عودتنا هذه الشركة على تقديم أفضل المواصفات وبأقل الأسعار، عادت إلينا مجددا منذ أيام وأطلقت هاتف أيكو 13 الذي حمل معه مميزات وتفاصيل تضاهي الهواتف التي يصل سعرها إلى 1000 دولار وأكثر. فهنا يعمل أيكو 13 مع أقوى معالج لغاية وقتنا الحالي، وهو كما ذكرنا سناب دراجون 8 إليت الذي جاء بدقة صنع 3 نانومتر بمصنعية TSMC التايوانية. وحقق هذا الهاتف عند اختبارها على منصة جيك بنش على 3000 نقطة عند اختبار النواة الواحدة، وعلى 9600 نقطة عند اختبار الأنوية المتعددة. وإذا قارنا هذه النتيجة مع النسخة السابقة أيكو 12 التي كانت تعمل مع معالج سناب دراجون 8 جين 3، نلاحظ أن الأداء ارتفع بشكل ملحوظ، والنتيجة أظهرت تفوق بما يعادل 40% على مستوى اختبار النواة الواحدة والأنوية المتعددة معا. حتى أن نتيجة منصة اختبار أنتوتو بإصدارها العاشر أظهرت تفوق لصالح أيكو 13 بما يعادل 40% زيادة في الأداء. ويدعم الأداء في هذا الهاتف الذواكر التي جاءت بأحدث إصدار، وهي من نوع UFS 4.1 LPDDR5X، ولدينا بطارية بسعة 6150 ملي أمبير تدعم قدرة شحن 120 واط. ومن الجيد أن أيكو 13 يدعم إصدار واي فاي 7 وبلوتوث بإصدار 5.4، إضافة إلى توفر مدخل USB 3.2، وهذا يعني أنه يوفر نطاق ترددي في تبادل ونقل البيانات لسرعات تصل إلى 5 جيجا بايت في الثانية، أو بمعنى آخر هو أسرع بما يعادل 10 أضعاف مقارنة بمدخل USB 2.0 الموجود في أجهزة رائدة عديدة. وعند الاختبار الفعلي لهذا الهاتف قدم استقرار حراري جيد عند الضغط عليه واللعب بفترات طويلة، وحافظ جيدا على ثبات معدل الإطارات، وهذا بفضل نظام التبريد المتطور الذي يعمل مع هذا الجهاز. وهذه الجزئية تميزت فيها شركة أيكو في أجهزتها عن باقي المنافسين. والشاشة في أيكو 13 جاءت من نوع LTPO AMOLED مسطحة تماما وبتردد 144 هرتز ودقة 2K، إضافة لأن هيكل الهاتف يدعم معيار IP69 لمقاومة الماء والغبار. ولم تنسى شركة أيكو هذا الهاتف في جزئية التصوير، فقدمت معه عتاد على مستوى عالي الجودة ومؤلف من عدسة رئيسية بمستشعر سوني IMX921 بدقة 50 ميجا بكسل ويدعم المثبت البصري OIS.
وعدسة تيليفوتو بمستشعر سوني بدقة 50 ميجا بكسل يدعم التقريب البصري لغاية 2X، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل، وبإمكان تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K مع 30 فريم في الثانية وبدقة 4K مع 60 فريم في الثانية في الكاميرا الرئيسية والأمامية معا. أما عن سعر آيكو 13 يعادل حوالي $580 لأقل نسخة. وكملخص عن أهم المميزات والعيوب فكانت على الشكل التالي. ثانياً ريدمي كي 80 برو. تم الإعلان مؤخراً عن هذا الهاتف في السوق الصيني، وشركة شاومي وجهته بالتحديد لمحبي الأداء القوي والألعاب الثقيلة مع مجموعة من المواصفات الرهيبة. ولكن لابد من التذكير أنك لو كنت من محبي التصوير وتبحث عن عتاد كاميرات لائق لهذه الفئة السعرية، فأقول لك أن هناك أجهزة أفضل بهذه الجزئية. على العموم يمكن القول أن ريدمي كي 80 برو جاء بمعالج سناب دراجون 8 إليت مع معالج رسومي أدرينو 830 وذواكر من نوع UFS 4 LPDDR5X. ودعمت ريدمي هذا الهاتف شريحة إضافية سمتها D1 تعمل على رفع دقة الشاشة وجودة العرض وزيادة معدل الإطارات أثناء اللعب. والمميز أن البطارية جاءت في سعة 6000 ميلي أمبير تدعم قدرة شحن 120 واط بتقنية البي دي 3 مع دعم لخاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، ويدعم الهاتف إصدار واي فاي 7 وبلوتوث الجيل السادس. أما عن الشاشة في ريدمي كي 80 برو فهي من نوع OLED بدقة 2K تدعم تردد 120 هرتز، ويتوفر فيها تقنية عرض الدولبي فيجن بعمق ألوان 12 بيت ومغطاة بطبقة حماية من نوع دراجون جلاس 2، والهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68. ويتوفر في ريدمي كي 80 برو 3 عدسات في الخلف، الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري وعدسة تيلي فوتو 50 ميجا بكسل وعدسة للزاوية الواسعة. وللأسف الكاميرا الأمامية جاءت بمواصفات متواضعة كعادة ريدمي في هذه السلسلة، ويدعم الهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K أو بدقة 4K مع 60 فريم في الثانية. والسعر المعلن عنه في موقع الشركة الأصلي يعادل $520، وهو متاح الآن للبيع على المواقع الإلكترونية. وكملخص عن المميزات والعيوب فكانت على الشكل التالي. ثالثاً ريلمي جي تي 7 برو. يجمع هذا الهاتف بين السوفتوير المستقر والعتاد القوي بداية من الشاشة التي جاءت من نوع LTPO AMOLED بتردد 120 هرتز، والسطوع الذي يمكن أن يصل في بعض المحتوى المرئي إلى 6500 شمعة، إضافة إلى دعمها لتقنية Dolby Vision والHDR10 Plus. وهيكل ريلمي جي تي 7 برو يتميز بخامات صنع عالية الجودة، فالظهر من الزجاج والإطار من الألمنيوم، مع دعم لأعلى معيار مقاومة الماء والغبار IP69. وطبعا ريلمي زودت هذا الهاتف في معالج سناب دراجون 8 إليت الذي قدم أداء مبهر عند اختباره على منصات عديدة، وهذا بفضل دعمه لنوع ذواكر يعتبر الأحدث والأسرع مع نظام تبريد فعال يغطي معظم مكونات الهاتف الداخلية. والبطارية سعتها 6500 ملي أمبير تدعم قدرة شحن 120 واط بتقنية السوبر بوك. أما عن عتاد الكاميرات فهو عبارة عن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل تدعم المثبت البصري بمستشعر سوني IMX906، وعدسة تيلي فوتو بدقة 50 ميجا بكسل تدعم التقريب البصري لغاية 3X ببعد بؤري 75 ملي. وقدمت ريلمي مع عتاد الكاميرات تقنية سمتها هايبر ميجا بلاس لتعزيز جودة الصور الملتقطة وزيادة التفاصيل، ولكن تبقى الكاميرا الأمامية بمواصفات متواضعة ولا تدعم تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K. عموما هاتف ريلمي جي تي 7 برو متوفر الآن على بعض المواقع الإلكترونية بسعر يبدأ من $570. وكملخص على المميزات والعيوب في هذا الهاتف كانت على الشكل التالي. والآن وصلنا إلى سؤال يتردد كثيراً عند معظم المستخدمين، هل الهواتف الموجهة للسوق الصيني أو بالنسخة الصينية تختلف عن الهواتف الموجهة للأسواق العالمية؟ هنا سأوضح لكم بالتفصيل أبرز الفروقات وهي كالتالي: كلا النسختين الصينية والعالمية تدعمان لغات كثيرة منها الإنجليزية والعربية أيضاً، والنسخة الصينية يأتي بها تطبيقات كثيرة تناسب السوق الصيني، والحل أنه بالإمكان حذف هذه التطبيقات بشكل كامل من الهاتف. أيضاً النسخة الصينية لا يأتي بها متجر جوجل بلاي، والحل هو تنزيله بشكل يدوي وسيعمل بشكل طبيعي. وبإمكان النسخ الصينية أن تعمل على شبكات الاتصال من نوع 4G و5G في أي بلد كان، ولكن تحتاج للتواصل مع البائع لتغيير منطقة الشريحة المعرفة على الجهاز. والنسخ الصينية يصلها تحديثات عن نظام التشغيل والحماية كما هو الحال في النسخ العالمية. وتأتي النسخ الموجهة للسوق الصيني بأسعار أقل من النسخ العالمية، ولكن تأتي بنفس المواصفات ونفس جودة الصنع ونفس محتويات العلبة.
وفي النهاية أتمنى أن يكون الفيديو قدم لكم قدر كافي من المعلومات التي تحتاجونها قبل الشراء. أخيرا أتمنى منكم لايك واشتراك بالقناة، ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.